إذن الوصية تخرج من كامل المال، تخرج من كامل المال، يخرج الثلث إذا كان ثلثا أو ربعا أو خمسا، وإن كان الأفضل الذي اختاره الصحابة لأنفسهم أو أكثر الصحابة لأنفسهم الخمس، مثل أبو بكر وغيره قالوا نختار ما اختار الله لنفسه، ما اختار الله لنفسه، والله قال واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وقالوا نختار ما اختاره الله لنفسه.